بطبيعة الحال هذا ماشي خبر مفرح، باش غادي نتكلم لك على الوان ديال التلقي ديالو. هذا خبر يعني عباره عن فاجعه كبيره، لان السي احمد السعري الممثل والاب الروحي والاستاذ المسرح والرجل الاداري بامتياز، لان ما كانش المدير المسرح، جميع المدراء اللي مروا على المسرح البلدي مع الاسف الوحيد اللي كان عندنا، ما عمرهم كانوا كيخدموا الخدمه اللي كيتخصها تخدم اللي كان كيخدم سيدي احمد السعري الله يوليه برحمه الله. فانا عبد ربي محمد الخياري بعد خروجي من فرقه البدوي، السي احمد السعري هو اللي عاوني باش درت ثنائي الزيك والزاك وباش استمريت الى هذه الفتره وهذه اللحظه اللي انا فيها. ما غاديش نطولوا بزاف لان ماشي خبر ديال 8، غادي نقول لك الله يوليه برحمه الله، اللهم اسكنوا فسيح الجنات، والله يجعل المسؤولين يشوفوا هذه التسابيح اللي تقطع ولا كيتفرتت اسبوع عن اسبوع، وتكون واحد التفاته حكوميه قانونيه رسميه لهذا الميدان اللي هو عباره عن 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 عن, عن دار العجازه اللي فيها مجموعه فنانين متخلى عنهم. انا كنفرح ملي كنشوف شي جمعيه كدير سهرات الاطفال المتخلى عنهم والاباء المتخلى عنهم والمبدعون المتخلى عنهم، على من عارهم. رحم الله سيدي احمد السعري والله لحقنا عليه ان شاء الله. مش غادي نقول لك، ما اللسان كيعجز من